انجازات بقى بالجمله. وبما اننا زي ما انا قلت بقول النهارده في المقدمه اول السنه ننبسط شويه، نفرح شويه بالانجازات اللي عملناها، قليله او كتير بس هي انجازات فرحتنا ورفعت راسنا في السماء. احنا عندنا انجازات كتيره جدا، وانا عايز اقول لك انه احنا السنه دي في اول السنه، بس هنتكلم على السنه فاتت، والسنه اللي فاتت فيها منسيين كتير جدا. يعني الاعلام لا يتذكرهم، يعني او هو الحقيقه الاعلام ما احتفاش بيهم ساعه الفوز، فاغلب الظن انه مش هيحتفي بيهم وهو بيقدم جرد حساب للسنه يعني. ايوه، فانا يعني فرصه ان انا اشكرك ان انا معاك يا دكتور، علشان انا بحس انه الناس دي لازم تاخد حقها. ايوه، فانا وانا بستاذنك برضو بالورقه والقلم لانه اسامي كتيره جدا. لا يا ريت يعني يا ريت يا فندم، المساحه لحضرتك كامله. يعني هبتدي معاك بيناير. يلا. يناير في ايامه الاولى كان في محمد سامي، ده سباح. وهو في جامعه انديانا في امريكا. وبيلعب باسم مصر وبيلعب باسم جامعه انديانا في امريكا. الاتحاد الافريقي اختاره في الايام الاولى من 2021 ياخد لقب اعظم سباح في افريقيا. هايل. وده اللقب ده كان احتكار لسباحين جنوب افريقيا. فده بقى اول سباح من خارج جنوب افريقيا يفوز بهذا اللقب. الله. يعني البدايه بتاعت حضرتك كده فرحتني. ليه؟ يعني انا بشوفها وانا قدامك، هو اعترف انا ناسيه. يعني اشكرك انه قدام الناس كلها دلوقتي احنا كمان نعترف ان احيانا في ابطال. انا قلت لك هنحط العنوان الكبير هم المنسيون. يعني في ابطال بيقعوا مننا كده في النص للاسف، ودي ده تقصير مننا يعني. عندنا ابراهيم بدر، ده في فبراير. انا نسيت اقول لك انه في يناير طبعا كان في كاس العالم لكره اليد. وده يعني نجاح كبير لمصر، لانه دي اول بطوله دوليه تتلعب بعد كورونا، فكانت محط انظار العالم كله حتى اللي مش مهتمين بكره اليد، صح؟ لانه كانوا يعني عايزين يشوفوا الرياضه هترجع ازاي. ولما ترجع في بطولات كبيره فيها من جنسيات مختلفه هيبقى ايه النظام، هيمشي ازاي. فمصر كانت تحت الاختبار في هذه البطوله. اليابان لو الناس تفتكر اليابان بعتت منتخبها قبل البطوله باسبوعين عشان عايزين يشوفوا، هم كانوا بيستعدوا لطوكيو فعايزين يشوفوا هيحصل ايه. يتعلموا الرياضات الاحترازيه وخلافه يعني. فكان في نجاح حقيقي لمصر في هذه البطوله، فيعني تستحق الشكر عليه الاتحاد اليد واسره كره اليد المصريه. عظيم. في فبراير عندنا ابراهيم بدر، ده لاعب رمي القرص للمعاقين يعني. وخد الميداليه الذهب وفاز بكل بطولات افريقيا، واتحاد العاب القوى اعتبروه يعني احد رموز هذه اللعبه في العالم. وعندنا ميرال عبد الجواد في امريكا، لعبت كره سله، والصحافه الامريكيه قالت انها من اعظم لاعبات كره السله في الجامعات الامريكيه، وهي لاعبه موهوبه جدا. وعندنا ياسمين حازم قفز بالزانه، وانا عايز اقف عند ياسمين لان احنا مش معروف عننا قوي ان احنا شطار في العاب القوى. فما يبقى عندي بنت بتلعب قفز بالزانه ويجي مدرب جامعه امريكيه، جامعه مين الامريكيه، يشوفها وياخدها ويدوها منحه لدراسه الهندسه الميكانيكيه في الجامعه عشان تلعب باسم الجامعه، ويتوقعوا انها ان الجامعه هتفوز ببطوله الجامعات الامريكيه عشان عندهم ياسمين، فاعتقد دي برضو تستحق تبقى يعني رقم 10. رقم 10 طبعا، رقم 10 طبعا. انا فاهم ان احنا اصلا رقم 10 ده يعني اسم، انا اقول لحضرتك اسم رقم 10 البرنامج جاي منين؟ جاي من انه رقم 10 هو مرتبط عند الناس بما ان معظمنا بيشجع كره القدم، فرقم 10 ده كل النجوم الكبار الملهم بتاع الاساطير وكل حاجه. فاحنا قلنا انه رقم 10 ده كل نجم او كل اسطوره او كل حد عمل انجاز او كل حد بيعمل حاجه كويسه، هو بالنسبه لنا ده رقم 10. يعني طبعا رقم 10 في الكوره ده يعني اللي هو الكابتن محمود الخطيب، كابتن بيليه، مارادونا، يعني اساطير كتير من كل الاساطير. فبقى رقم 10 ده هو طبعا. واسطوره زيدان طبعا بقى بالمناسبه. زيدان شخص جميل جدا يعني.
انا سافرت معاه ما رحنا نجيب ريال مدريد يلعب الاهلي وقعدنا سوا كتير يعني وحصلت خناقه في الطياره واحنا راجعين لان انا كنت قاعد جنب دي ستيفانو ف سالت دي ستيفانو مين احسن انت ولا زين الدين زيدان فدي ستيفانو قاعد يحكي يقول لي انه هو الاحسن وانه لا يمكن المقارنه بينه وبين زين الدين زيدان هو الحوار اساسا بدا مع دي ستيفانو وانا بقول له كان اياميها طلع جدل كبير جدا مين الافضل مارادونا ولا بيليه فقلت اخد راي دي ستيفانو فالراجل استاء مني جدا وكاد ان يغضب ويقوم يعني لانه يقول لي انت بتسالني انا السؤال ده المفروض تسالني مين الاحسن بيليه ولا مارادونا ولا دي ستيفانو طبعا فيعني اعتذرت له فهو قعد نتكلم فبقول له هو ولا زيدان فبعد وهو بيتكلم بعديها بشويه لقيت زين الدين زيدان داخل على ماشي في الممر فانا تعمدت اقول بصوت عالي ان انت يعني انت تقصد ان انت احسن من زين الدين زيدان فزين الدين زيدان لف ورجع حته مصري دي حته مصري قال لي هو بيقول ايه فقلت له بيقول ان هو الافضل منك يعني فدار بينهم جدل طويل جدا انا كنت مستمتع بالمساله وبعدين في كاس العالم في كوريا الجنوبيه 2002 كنت انا قاعد في الاوتيل اللي قاعد فيه منتخب فرنسا قابلته تاني فصاحبت يعني معاهم يعني ناس كثيره من تيري هنري وزين الدين زيدان وكان في بلاتيني بنفطر سوا كل يوم الصبح ففرنسا طلعت من البطوله فكانوا لعيبه فرنسا قاعدين على البحر في الاوتيل يعني فجي اطفال كوريين معاهم كور وعايزين يتصوروا مع زيدان ويلعبوا معاه فقلت له يعني يا ريت اشوفك بتلعب معاهم يعني فهنا بقى اتاكدت انا ما اتاكدتش من موهبه زيدان من ماتشات قد ما اتاكدت من اللي انا شفته في المشهد ده حوالي 20 طفل وطفله بكره واحده وزيدان بينطق الكوره ومش عارفين ياخدوها منه حتى بايديهم فتاكدت انه الموهبه يعني اسطوره يعني تعرف انا بالنسبه لي ده اعظم لاعب في التاريخ طبعا كل واحد بالنسبه له في لعيبه كتير هي الاعظم في التاريخ بس انا بالنسبه لي زين الدين زيدان ده اعظم لاعب في التاريخ بحب للكوره يعني يمكن انا هختلف معاك انه انا شايف انه مارادونا هو لا بلا ما يعني وفي ناس هتشوف ميسي انا اقصد انه هي كل واحد عارف ودي نقطه مهمه كم محرضك بس هي دي نقطه مهمه انه لما زي ممثل كده قلت لك مين احسن ممثل انت بتحبه يا طول فلان انا بشوف فلان يعني عارف عشان كده اجمل عباره اتقالت عن كره القدم انها اكثر الالعاب ديمقراطيه في العالم صح لانها بتسمح بكل الاراء يعني وانت تبقى صح وانا صح بالظبط يعني مش ان احنا هنختلف ان حد فينا غلط يعني مارادونا لاعب عظيم في ناس هتشوف بيليه في ناس هتشوف زين الدين زيدان في ناس هتشوف رونالدو ميسي يعني ناس هتشوف محمد صلاح طبعا فيعني هي دي اللعبه هي دي الديمقراطيه بس يعني احيانا بيبقى الجدل عندنا هنا واسع فيها في مصر يعني تيجي تقول مثلا لحد مين اعظم لاعب في تاريخ مصر فتقول محمد صلاح بحكم التاريخ والانجازات بس حتى يقول لك مثلا لا انا شايف محمود الخطيب حد يقول لك انا شايف حازم امام حسن شحاته هو انت حر يعني هو اصل لقب يعني ما هياش قانون يعني وكل واحد حر يشوف بعدين حكايه اللاعب الافضل دي لازم تبقى بعد كده نحط لها معايير انه اللاعب الافضل في فتره زمنيه ايه اللاعب الافضل بمعنى البطولات ولا بمعنى الموهبه الفرديه صحيح كده يعني بالنتائج يعني صحيح صحيح نكمل الاشهر رجع معاك في احنا لسه في فبراير في رقم 10 هدي بقى لكذا بنت هم بطولات العالم للتجديف داخل الصالات مش سهل انك تاخد بطوله عالم هم الاتحاد الدولي للتجديف قرر يعمل بطوله كان ايام كورونا فتجديف داخل الصالات يعني بيلعبوا كل فريق في بلده فمنتخب مصر البنات خد بطوله العالم الله بطوله العالم يعني في منتخبات اوروبا ومنتخبات امريكا اللاتينيه ومنتخبات من اسيا ومصر خدت بطوله العالم الله. فانا من حقهم علينا نقول دارين محمود وامنى حسن وساره محمد وامنى مجدي وايمان الشقاوي وساره ظفر ابطال دول بطولات العالم طبعا نخش في مارس وعندي ماجي العشماوي اول لاعبه رمايه
تخش التصنيف العالمي وتبقى رقم 9 على العالم في الرماية، وتفوز مع أحمد زاهر بالميدالية الفضية الزوجي في بطولة العالم. هايل. أبريل في برضو زي ما قلت على بنات التجديف، عندي عملوا بطولة افتراضية الاتحاد الدولي لكرة السلة، اللي هو انك بتلعب كل واحد في حتة، مش فريق بيلعب في ملعب. فمصر عملت فريق وخدوا بطولة افريقيا لكرة السلة الافتراضية. دول محمد يونس ومنصور ابراهيم ويوسف الصديق وطهرة وزيد وياسين البدراوي وذكران ادوار وعبد الرحمن فوزي. عظم. مايو كان تكريم الراحل احمد الفولي رحمه الله عليه. ليه عايز اقول انه اي تكريم بيجي بعد الرحيل بيبقى له قيمته وله معناه، ملوش مصلحه وملوش حسابات، وان حكومه كوريا الجنوبيه تقرر انها تكرم اسم احمد الفولي وتدي له اعلى وسام رياضي في كوريا تقديرا للي عمله للعبه التايكوندو في العالم، فده شيء تقدير عظيم. عظيم. يونيو عندنا نانسي تمام، دي اول لاعبه جمباز مصريه بتاخد ميداليه الذهب كاس العالم، اول لاعبه جمباز في مصر تعمل هذا الانجاز. وعلي زهران خد على حصان الحلق الميداليه الذهبيه، بس دي كانت الميداليه الثانيه له، لكن نانسي كانت الاولى. وعندي محمد عبد الفتاح في الشهر ده بقى رسمي مدرب المنتخب الامريكي للمصارعه. هايل. يعني بيقود المنتخب الامريكي للمصارعه وبيستعد كان لطوكيو. في يوليو محمد وهدان ده حكم رمايه وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري والاتحاد الدولي، اختاروه يبقى رئيس اللجنه العليا للحكام في دوره طوكيو الاولمبيه. ده كان اول مصري يعني يتولى هذا المنصب اللي هو يبقى رئيس لجنه عليا للحكام في دوره اولمبيه. هو كان محمد وهدان المصري وبقى رئيس اللجنه العليا للحكام في دوره طوكيو. عظيم. انا معلش انا بطول عليك. ده انا مستمتع جدا. عارف ليه بقى دكتور ياسر مستمتع جدا؟ عشان احنا بدون قصد بنقعد نتكلم احيانا عن ابطال بين قوسين من ورق كل يوم، فدول على الاقل في يوم نذكر اسماء. عشان كده حضرتك وانت بتقول اسماء الابطال انا فرحان ومبسوط ومتخيل لو هم سامعين دلوقتي وحد في الاعلام اللي احنا مقصرين معاهم بيذكرهم، فدي حاجه عظيمه جدا. فعشان كده انا مستمتع يعني، حتى اللي عايز يسمع كوره والكلام ده كله لا، نقول له النهارده ايه، احنا جايين النهارده نتكلم عن الابطال، وهنتكلم شويه عن كوره بس طبعا. يعني جايين نتكلم عن الابطال الحقيقيين. عندنا في اغسطس كانت الدوره الاولمبيه انتهت، وعندنا طبعا فريال اشرف، وانا شفت في التقرير انه وفريال الناس كلها يعني الحقيقه اتكلمت عليها. فريال عملت عمل عظيم انها خدت اول ميداليه ذهبيه نسائيه لمصر في التاريخ الاولمبي يعني. وعايز بس اقول لما فريال خدت الميداليه الذهب في ناس حبت تخلق دراما من فريال، فقالوا انها دي جايه من مركز شباب او من الحاره او بتاع وخدت الميداليه الذهب يعني راحت طوكيو. هي فريال مدينه بالميداليه الذهب دي او بالفضل يعني لربنا طبعا سبحانه وتعالى، وللاب والام وناديين صغيرين، وبعد كده المؤسسه العسكريه هي اللي رابطها وهي اللي صرفت عليها وساعدتها يعني لغايه لما خدت الميداليه الذهب. وعندي في الدوره دي كانت هدايا ملاك خدت الميداليه الثانيه ليها. انا عندي فريد سيميكا وابراهيم شمس وكرم جابر وعبير عبد الرحمن، دول بس اللي خدوا ميداليتين اولمبياتين في تاريخ مصر، فبقت هي اللاعبه الخمسه اللي تاخد ميداليتين اولمبياتين. عظيم. عندي فاطمة عظيم. عمر في دورة طوكيو البارالمبية أسطورة أسطورة ومش أسطورة عشان أنا وكريم مثلا بنحب فاطمة فبنقول عليها أسطورة، لا ده لقب رسمي من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بعد ما خدت خمس ميداليات أولمبية في خمس دورات متتالية. خيال.
يعني تخيل انت بطله بتاخد ميداليه اولمبيه في دوره، في الثانيه بتاخد ميداليه اولمبيه، في الثالثه بتاخد ميداليه اولمبيه، في الرابعه بتاخد ميداليه اولمبيه، في الخامسه بتاخد ميداليه اولمبيه. فالاتحاد الدولي لرفع الاثقال اعتبرها اسطوره اللعبه في العالم. خيال. انا بالنسبه لي ملهمه ان ما فيش حد بيعمل كده. يعني حتى مثلا ما هبتتش شويه، ما هديتش شويه، ما قالتش مثلا اخدت ميداليتين في خلاص. لا يعني ربنا يديها الصحه. برضو في شريف عثمان خد الميداليه وكان العالم كله وقف انه بكى. يعني مش بكى من الفرحه لما خد الميداليه ساعه استلام الميداليه، وبكى من تذكر كل المعاناه وانه بطل حقيقي، لكن ما حدش بيهتم، ما حدش بيسقف له بما يستحق، ما حدش بيكرمه بما يليق به. عندي في سبتمبر نهى ابو شبانه، هي مدربه ولاعبه ومسؤوله جمباز، تم انتخابها رئيسه اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي للجمباز. اول مصريه تحقق هذا الانجاز. عظم. لانه سهل انك تنجح في الانتخاب كعضو مجلس اداره، مع احترامي طبعا لكل الرؤساء واعضاء مجلس الاداره المصريين في الاتحادات الدوليه، بس فكره اللجنه الفنيه ان انت تدير اللعبه فنيا على مستوى العالم، انت بتديرها فعليا، مدير اللعبه فعليا، دي بتديرها فنيا بقى طبعا. يعني ما لكش دعوه بقى بالميزانيه ولا الانتخابات ولا الاتحادات، انت بتدير اللعبه وبتحاول تطورها فنيا. دي كانت نهى ابو شبانه. في جو سامرلاند ده كاتب كبير في الاندبندنت، برضه احنا لسه في سبتمبر، فكتب عن حمدتو، كتب صفحه في الاندبندنت وقال انه لو ما شفتش غير حمدتو في دوره طوكيو البارالمبيه فده يكفيك. الله. ولو ما كانش حمدتو في دوره طوكيو البارالمبيه كان ممكن العالم كله يحس بالملل من الدوره. الله. لانه حمدتو ده هو اللي ادى دوره طوكيو البارالمبيه معناها وقيمتها واحلى ما فيها. عبقري حمدتو ده، عبقري. يعني برضه من الحاجات اللي هي لما بتبص عليها تقول ده خيال، ما ينفعش. يعني قدره ربنا يعني. خدنا في سبتمبر بطوله افريقيا لتنس الطاوله سيدات ورجال. وبالمناسبه دي عايز اقول انه الرئيس انور السادات، الراحل انور السادات، هو اللي عمل الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله. اسسه سنه 61 ودعا الافارقه يجوا مصر واسسوا الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله. مش بس كده، الرئيس السادات فضل لغايه 74، يعني وقت الحرب اكتوبر، وقت العبور، كان السادات له منصبين، رئيس مصر ورئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله. دي معلومه اول مره اسمعها يا دكتور، دي معلومه عظيمه. يعني كان هو رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله فضل لغايه سنه 74 رئيس الاتحاد. عظمه. وبعدين عندي في نفس الشهر سبتمبر ندى ابو مسلم وجميله صابر وسلمى رمضان وساره عبد الفتاح ومروان العمراوي وزياد سامح ومحمود وليد ويوسف ابراهيم واحمد مرسي واحمد تامر ومصطفى شاكر، دول منتخب مصر للسباحه بالزعانف، كانوا سافروا كولومبيا وخدوا ثالث العالم، رغم انه كان في دول كتيره قوي اقدم مننا في السباحه بالزعانف، لكن دول خدوا ثالث العالم في كولومبيا. عزيز. وبعد كده في خبر ممكن يبقى على الهامش بس يهمني انا شخصيا، انه في هذا الشهر فريق هوكي الشرقيه رجاله وستات خدوا السوبر المصري. هايل هايل يا دكتور. اكتوبر بطوله العالم المصارعه في النرويج، سمر حمزه خدت الميداليه البرونزيه. كل ده ممكن ما يبقاش مهم، بس حكايه سمر مع هذه الميداليه هي المهمه جدا. سمر سافرت طوكيو ضمن منتخب مصر للمصارعه وما حققتش حاجه. واصيبت بالاحباط واصيبت باليأس واحساسها بالمراره وقررت الاعتزال. رجعت فاحتضنها مدربها محمد طلبه وعضو الاتحاد وقتها الدكتوره نرمين رفيق، فوقوها
وبعد شهر واحد استعادت كبريائها واستعادت طموحاتها وعنادها المصري او على الطريقه المصريه، وسافرت بطوله العالم النرويج وخدت ثالث العالم بعد الله. الياس وبعد الاحباط. الله على العظمه. فسمر تستحق تبقى نمرة 10. الله على العظمه، الله على العظمه. في نوفمبر قبل ما اقول مين رقم 10، عايز اقف عند احتفاليه اللي هي اللي حصل في اليونسكو طريق الكباش. فطريق الكباش انا اتفرجت على الاحتفاليه، فكان ممتع بالنسبه لي ان انا ارجع للرياضه عند الفرعون. مش عايز اقول للناس كلام مكرر واحنا اول من واول عمل ايه، بس لقيت حاجه مهمه جدا، ان احنا نظمنا في الاقصر اول دوره اولمبيه في التاريخ، وان احنا مسروق حقنا وينسب الدورات الاولمبيه للاغريق في العصر القديم. احنا نظمنا دورات اولمبيه قبل الاغريق، نظمناها في الاقصر وكان فيها العاب ومتسابقين ودوره اولمبيه حقيقيه. فانا بتمنى او بناشد الدوله كلها انها نعيد هذا الاحتفال ويبقى في دوره اولمبيه تتعمل بنفس الالعاب اللي كان بيلعبها المصريين في النيل في الاقصر، عشان ده حقنا. صح، مش الاغريق هم اللي بداوا الدورات الاولمبيه. موثق كمان. صح. برضه في شهر نوفمبر في ياسر حسني، دكتور طبيب استاذ قلب، تم اختياره رئيس لجنه طبيه لكاس العالم للترايسلون الثلاثي، وده اول مره برضه تحصل انه طبيب مصري يبقى رئيس لجنه طبيه في كاس عالم، وده حدث يعني مهم جدا. في لعبه اسمها الكبادي. الكبادي دي خليط بين الرجبي وبين المصارعه، وفرقتين يقفوا كل فريق في نص ملعب وتحاول تخش. احنا كنا بنلعبها اعتقد زمان يعني لما تخش وتحاول تلمس اي لاعب من الفريق الثاني وترجع تاني قبل ما حد يلمسك. صحيح. مصر بتشارك في اللعبه دي في بطوله اوروبا، ما فيش في افريقيا. في شهر نوفمبر منتخب مصر سافر لعب الفاينل قدام منتخب انجلترا وكسبنا ورجعنا واحنا ابطال اوروبا. الله، مصر بطلت اوروبا. في ديسمبر خدنا ثالث العالم بالكاراتيه، وتواصلت نجاحات الكاراتيه في تونس. بناتنا واولادنا خدوا بطوله افريقيا لالعاب القوى للناشئين. سلمى عبد الحميد، منى طله السيد، زينة يحيى، زينة محمد فاروق، ملك ايمن، ويوسف بخيت، واخر لاعب فيهم زياد عمرو وتامر اشرف. وفي تونس برضو بعديها على طول، انه الفرقتين رجعوا في طياره واحده، منتخب مصر للناشئات التنس خدوا بطوله افريقيا. نتالي مختار، ماريا شارل، ليلى شكري، جيرمين شريف رجعوا وهم ابطال افريقيا للتنس. الله يا دكتور. كده خلصنا السنه. الله يا رقم دكتور. 10. الله يا دكتور.